لا لا والله حتى ملبوس. انا هو قال لك يخطف الجن هاني يجي يخطف هذا اللي فيا. والله ملبوس انا هذاك الشيء رانا فيا انا هذاك. هل انت ترضى لوالدتك اني ان تتخبط امام الملأ؟ بالله عليك كيكون واحد الانسان تيستعن بواحد الجني، هذاك الجني بواحد الطقوس كيصيفطو لك باش يكشف عليك، يكشف لك يدخل فيك. انت يا خلصتي الفلوس باش يدخل فيك الشيطان، تولي عندك جيتي تخلصي مشكل لقيتي بعض المشاكل. احذر. وفيه مثلا تيقول لك انا شفت واحد الرؤيا وشفت شيخ وجاني وقراي، هذيك راه حتى شياطين، هذاك حتى شياطين. شي انا مجرد نشوف الحاله كيجي في عقلي راه بغاو الكشف. انا كنعاير الحاله، طلعت عندي حاله سبيتها ونزلت، طلعت حاله سبيتها انا حاله. اغلبيه الحالات اللي كتجي للمركز ديال الاخوه تكون يعني زارت كثير من الرقات ووصلت للمرحله الاخيره مع الرقات فلم تصل الى العلاج او الشفاء. هذا هما اغلبيه ديال الناس اللي كيجيو هنا كيكونوا عانوا بزاف من الاصابه ديال المس، عانوا بزاف من التنقل ديالهم في القاعات ديال الرقيه، عانوا بزاف في المساله ديال الفهم الحاله والاصابه اللي عندهم. فلما تيجيو هنا كيكتشفوا الحقائق اللي كانت مبهمه، كانت غير مفهومه عندهم. خبط عليها في الباب ولا نعم. مريضه هذه مسكينه ما خلات حتى فين مشات. كتجي شنو النصيحه الاخرى اللي توجهها للمظلوم؟ انا كنعتبر واحد الانسانه مبتليه، ما كنعتبرش واحد الانسانه سويه يعني مريضه، فهمتيني؟ نقدر مثلا كنهضر معاك عادي شويه، نهضر معاك نبقى ندخل بحالك ونخرج ما عنديش مشكل، ما تفرقش معايا. ما كنعرفش حاجه اسمها الخوف. الخوف انت الا صعدتي معايا هكا نصعد معاك هكا، كانت كنولي ما كتفرقش معايا كالربح كالخساره، فهمتي؟ المهم انا انسانه، انا غنوجه للمرضى اللي مبتلين غيتوجهوا لله اكيد. انت يدير لي 20 كاميرا مالي يسحب راسي كان توجهوا لله، يعني مهما كان. جات عندك شي وحده وقالت لك نكشف عليك ردوا بالكم، الا قال لك شي وحده نكشف عليك الكشف، هذاك الكشف شنو معناه الكشف؟ الكشف انا جربوه عليا، بغاو يجربوا عليا. كيكون واحد الانسان تيستعن بواحد الجني، هذاك الجني بواحد الطقوس كيصيفطو لك باش يكشف عليك، يكشف لك يدخل فيك. انت يا خلصتي الفلوس باش يدخل فيك الشيطان، تولي عندك جيتي تخلصي مشكل لقيتي بعض المشاكل. احذروا من هذا النوع. وشراقي قال لك انايا اعطيني مليون ونعالجك، قول هذاك ما تيقوش به، لان الله قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. تعطيه الحصه ديالو معقوله معقوله بهذاك الشيء اللي مثلا. اما واحد يقول لك نرقيك في سبيل الله، كاين اللي كيرقي في سبيل الله ولكن ما يعيدوش معاك، يرقيك المره الجايه ملي عتمرضي ما يسخرش لك الرقيه فابور. انا هنا في المركز كنترقى بالفلوس. علاش دائما كترقى؟ الله كيسخر لك فابور، الله ما كيسخرش لك فابور، لان هذيك الصدقه بالتسخير. مرات كتجيك فابور يلقيك فابور، ومرات كيعيط لك وقال لك انا واحد المره واحد السيد رقاني فابور، فهمتي؟ رقاني واحد السيد فابور. مني رقاني واحد المره قريت بسيره الاحزاب، قريت سوره الاحزاب وتسرعت فيها، بقيت كنغوت سوره الاحزاب وتسرعت فيها. مني قلت له، انا قلت له كنت كنبكي وقلت له انا رد عليا شوفني، هو قال لي انا بقيتك في سبيل الله ومش ملزوم بك باش نرد عليك في اي لحظه. واش مخلصاني؟ انا مش مخلصاني، فهمتي؟ شنو كتقولي الرقات اللي اتهموك بالسحر؟ كميساج اخير شنو تقول لي الرقات اللي اتهموك بالساحره؟ ما نهتمش ليهم انا، ذاك الله منهم. لا ما نهتمش ليهم فعلا، انا ما نافقكش، انا لا اهتم بهم. علاش؟ لانني انا معقوله، انا واحد نعطيك مثلا، انا واحد اهدى لي حسنات، انا محتاجه الحسنات لان انا مليئه ذنوب. واحد يتهمك وانت ما دايراش كتعتبر اهدى لك ولا ما هدالكش؟ اكيد. من يهدى لك واحد الحاجه تمشي تعايرو؟ لا تعايرو، ما تعايروش. انا غنقول ليه جزاك الله خيرا واستمر، قل عليا ساحره، قل عليا مشعوذه، قل عليا زنديقه، اللي سحرت ليه يجي عندي، واللي درت ليه شي حاجه وجهي مكشوف. وما عندي ما نقول لي، نقول لي جزاك الله خيرا ان هديتي لي واحد الهديه انا ما تعبتش عليها. صافي. الاخت لبنان الناس كيتسائلوا على الاموال اللي كتجيكم. نورا لبنان حتى مالك ضربك سيدي. لبنان باقيين يصورنا ما مشكل. اخت نورا، الاكثريه ديال الناس في التساؤلات ديالهم كيتسائلوا على الاموال اللي قلتوا كتجي من المحسنين، فين كتمشي هذه الاموال؟
انا امو اللي كتجي من المحسنين اللي كيساعد اي كيساعد داروا مركز داروا مركز وانتهى الامر ما عرفتش انا ما كنش عندك علم انا ما كنقدرش نمشي نشد الفلوس انا يا انا واحد انا واحد وحده بعثت لي 10000 ريال مع شنارج قلت لهم انايا بعثت لي 10000 ريال للمركز على سميتي زعما بقى ترجعت لا قلت لهم انا نعطيكم 10000 ريال وخلاص يسامح فيها ما كنقدرش نمشي للمركز باش ما عنديش انا ما انا ملي كندخل البنوك المحسنين واحد الملاحظه باش الناس ما تفهمش المساله غلط اللي مريض ملي كنقولوا المحسنين هادو راه واحد الاخوان ديالنا مشاكل معنا في رابطه رابطه ديال الاخوه للدفاع على المظلومين رابطه للتنميه المستدامه المقر ديالها فين كاين المقر ديالها المقر ديالها هنا في الضربي في هذا المركز بالضبط فالهدف ديال هذه الرابطه هو مساعده هاد الناس اللي هما حالات مستعصيه قلبوا على العلاج وما لقاوش وتاهوا في هذه المراحل هذه كيف ما قالت لكم طاحوا في الاستنزالات الاستنزالات في الطامه الكبرى هي الاستنزالات تجي عندي راقي والمركز ديالي مخترق وتخرج من عندي عامر حتى جايب معاك غير اصابه تدي معاك عدد ديال الاصابات فهذه كارثه هاد الاخوان كلهم دازوا في هذا الباب هذا لما اكتشفوا المنهج الصحيح اللي هو ديال الرسول عليه الصلاه والسلام وذكر به الشيخ ابراهيم قران حجامه رقيه صدقات انتهى الامر 90% من هاد الاخوان كلهم تحسنت الحالات ديالهم بواحد الشكل كبير خلينا 10% اللي في قلبه مرض راه كيتبع لك المنهج ولكن القلب ديالو مريض فيه خلل كيتعامل معامله سيئه مع الناس ما كيحترمش الوالدين ما كيحالو امور كلها كتمنع العلاج فهاد 90% الحالات ديالهم تحسنت اللي عنده مرض ديال الثقه اللي عنده مرض ديال السكر بزاف ديال الناس انقطعت على تناول الادويه فتاقوا في هذا الامر هذا وقال لك حنا مستعدين نساهموا معكم انكم ديروا مراكز بهاد الجوده اللي تقدم منهج صحيح للناس والناس بدات توصل لمرحله ديال العلاج. نعطيك مثلا تخيل انا ملي كنت مريضه في ليبيا كيلقوني المرض الناس الليبيات تقول لي سعدات كنتي من المغرب والمغرب راه فيه رقات المغرب راه فيه هذا المغرب حنا ما عنفوش المغرب راه فيه كما فيه رقات ما الشلهيه فيهم رقات انا قلت لك رانا قلت لك انا قاني راقي على بعد فيهم رقات خيرين وهاد الرقات الخيرين ما خل هذوك الرقات الباطل ما خلوش الرقات الخيرين يهضروا دابا هذاك اللي كيقول مثلا كيشوف راقي نعطيك مثلا كراقي كيصور مراه كتخبط مصروعه هل انت ترضى لوالدتك ان تتخبط امام الملأ بالله عليك راه حنا وقال لك نرجع عرفتي في ليبيا لو تصور لهم مول الله حتين فيك من الوجود ينفيك انا كنقول انا واش هذوك المغاربه ما عندهمش معناها غير على مو على اختو باش المراه فيها الجن رقات يقول لك ها مشيت الجن وهي والشياطين كتضحك عليه واش ما كايناش راجل رشيد يقول لكم شمو شومه يا سيدي كاين المرض صور راسك من حقك تصور راسك ولكن تصور مرأة مصروعة كتخبط الطب عمرك شملتي شي طب في مرض نفسي واحد مجنون كيصوروه كيعرضوه باش يوريه باش يثبت بأنه هو طبيب هذاك لا يجوز هذيك راه تشويه للمرأة المغربية حنا راه مشوهين كفاية أنا نقول للرقات اتقوا ربك ما تصورش بغيتي خويا دير إشهر راسك دير إشهر راسك ولكن هذيك المراه راه كتجيك راه معلم بها الا الله راه جسد بيد الروح راه الشياطين كترقر ما تكونش انت يا خادم للشيطان معني كتعور كتعرضها للتواصل الاجتماعي راه كيصير لها اختراق راه كيصير لها واحد الدمار شامل هذيك المراه راه عندها اب عندها اخت عندها ابناء وانا نقول لشي راجل ما تخليش مراتك يصورها يكون كيف ما كان عاد تمشي لمراتك ترقيها سير معاها كيفاش كتلقى العلاج في هذا المركز كنتلقى بالرقيه والحجامه كديري الرقيه والحجامه الرقيه والحجامه وكنقرا القران ديالي وصافي اش كتقول لي في هذوك اللي كيقولوا بانهم نورانيين وكيخطفوا الجن هذاك راه هذاك اجي نقول لك هذاك النورانيين انا راه جاوني السحرات الجن جاواني بغاو يخدموا لي بغاو يخدموا بيا باش سميتي كنخطف الجن اللي في مرت ولدي هذوك عاد تدليس ديال الشياطين يعني هذوك من البوسين هذوك عامل بوسين انا كيما انا دابا لا والله حتى من البوس انا هو قال لك كيخطف الجن هاني يجي يخطف هذا اللي فيا والله من البوس انا هذاك الشيء رانا فيا انا هذاك انا حيت عرفتي علاش انا مني جاوني هذا الامر انا ممكن لو كنت كنعيش في المغرب وعندي واحد الازمه ماليه وما عنديش فلوس ممكن ندخل هذا المجال حيت انا جاو طمعوني بالفلوس بالعربيه تعرفت ولكن انا لقاو الفلوس عندي انا كنت محتاجه الصحه شي لو ما كانش الله اعلم ما عرفش لو كان انا ما عنديش فلوس ممكن انا يطمعوني وندير انايا نخطف الجن وندير هذاك الشيء على الكذب انا مني الباب اللي دخلوا ليا سديتو عليهم الباب اللي دخلوا انا حاجه اللي درت بها القران وقيام الليل
هذاك انا كنثق في القران ما كنثق ممكن. نصيحه لجميع المرضى، جميع المرضى القران، قيام الليل، سوره البقره، ديروا الحجامه. الحجامه انا جربتها على راسي، انا كان عندي دوالي رجلي مشوهه، مشيت عند اختصاصي طلب مني فلوس صحيحه 3 مليون ولا اكثر، انا ما عرفتش الصرف باش يعالج لي رجل وحده لان رجلي متشوهه بالدوالي. وانا قلت انا معاك مع خصني تندير العمليه حيت انا عندي كثره العمليات. مني بديت ندير الحجامه ما درتش على هدف الدوالي، انا درتها على هدف المرض الروحي. لقيت الدوالي كتختفي راسها، اقسم بالله كندير قيام الليل وكنشوف واحد الدم كيقطر ليا في رجلي، تتقب ليا واحد العرق كنشوف الدم كيقطر ليا في رجلي ملي جيت لقيت حجامه. الله اعلم شكون حجم، المهم ما يهمنيش انا، انا كيهمني انايا الاشياء اللي كتمشي مع الله، فهمتي؟ انا واخا يكون مثلا هذا كيقول الجن ابراهيم، شيخ الشيخ ابراهيم لو قال لي قري البقره، قري البقره ما نسمعوش، والله ما نسمعو، كنمشي للحديث انايا. لو قال لي قري سوره اي حاجه كنقولها كنخالفها، كنخاف من الشرك مثلا. قري مثلا سوره الدخان، غنشوف هذيك ما نقرا سوره الدخان، انا نقرا سوره المزمل، مالك انت كاع؟ احذر. وفيه مثلا تيقول لك انا شفت واحد الرؤيه وشفت شيخ وجاني وقري، هذيك راه حتى شياطين، هذاك راه شياطين ملبوس، هذاك على الشياطين جا في المنام وقال لي اقرا لي صوره كذا كذا وبالتوقيت كذا كذا باش يتلبسوا عليه. راه ما كاين لا لا اللي كيقول لك انا كنشوف الملائكه، واش انت شكون انت كاع تشوف الملائكه؟ انت تي الملائكه راه كلمه مريم العذراء وابراهيم عليه السلام فقط، هذا لا يا ربي زكريا نادته في المحراب، هذوك اللي كلمه تقول لي انت ما كاين لا جاك جن، واخا يجي هذا الجن. حنا السحر نؤمن به لان في القران، لا ما كاينش في القران والله ما نؤمن به. انا جن مسلم نصدق لان قريته في القران، ما كاينش في القران ما نؤمنش بان الجن يدير لي شي حاجه، الجن يمشي يدير مخو صافي. علاش جا انا ما يهمنيش، انا عندي عليه. جوج هذا الجن في طريقي فين كيقول واحد قال لي شكون انت في ملك الله يسخر لك الله الجن؟ واش قلت له انا شكون الجن اصلا؟ انا الله انا احسن من هذا الجني، انا احسن من هذا الجني وجي يخدمني، مالك انت مالك؟ الله سخر لي، الله سخر لابن ادم الجن والسماوات والارض والنجوم والطيور كلها لخدمه ابن ادم، كلها تسخير. تمام، يعني انا كنقول للمرضى ما يضحكوش عليكم، يجي شي واحد يقول لك نكشف لك هذيك راه مسكونه، راه فيها هذيك راه مسكينه، هذيك راه خاصها تعالج. شي انا اللي جيت قلت لك نكشف لك راه خاصني نتعالج، رانا فيا شياطين انا. ترى حتى من قبيله وانا كنهضر هما كيكشفوا، ديروا لي الكشف على هذاك المؤتمر اللي درتي. حيت انا عندي شويه الكشاف، عندهم كراد قلبوا عليه نشوف، عندهم الكراد شويه ديك الكشاف، ولكن عن تيقهم هذاك راه استدراج. هما كلهم كذابين، ما نصدقش، ما هذاك نوع من الاستدراج. ممكن ممكن يعطيك كلمه صحيحه وانت مجرد تثق فيه راه تشركتي بالله، انت شركتي بالله. صدقته هو كذب. الشيء يعطيك معلومه فعلا تثق مجرد صدق. احنا هذاك على الشيطان، احنا كنهضروا فيه الشيطان وفيه الجن. احنا ما فيش الشيطان راه ليس مامور، الدريه ديالو غير ماموره بالعباده، وفيه اللي مامور بالعباده. احنا كنهضروا على هذا الجني، انا ما كنشوفوش، انا ممكن احسن به الظن. عندما مثلا يقول كلمه طيبه نحسن فيك الظن انت يا مثلا، انا ما كنعرفكش، ولكن انا في اشياء عندي الله عطاني عقل ان نميز. انا كنهضر مع الناس حيت انا دخلت لهذاك التيك توك ولا شنو سميتو، لقيت الناس ضاربه تلاف اللي كتقول لك انايا كنمشي وانا كنطير وانا كندبح الجن وانا ترتع مسكون، تاع يديروا لك عين شيطانيه، راه هما داروها لي بقيت كنتفرج على حماق. انا داروها لي عين شيطانيه، كان ديك الساعه كي 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 كيجهزوا. الله يعطيك الصحه. واش نمشي معاهم ولا واش نمشي معاهم ولا ما نمشيوش؟ فهمتي؟ انا راه داروا لي حاجات اخرب من الخيال، ولكن انا شنو درت انا؟ انا مني ما تسدت في لا قلت اني فوضت امري الى الله، قلت يا ربي انت تعلم وانا لا اعلم، انك سلطت علي عدو انت تراه وانا لا اراه، اللهم افصل بيني وبينه بالحق. صافي هادشي اللي درت قيام الليل، اقسم بالله والصيام. هذاك اللي كيقولوا راه والله ما يقدروا يجوا عندي. واش فاش بديتي قيام داك الشيء كتساعدك تواجهي معاه؟ بديت كنقرا القران هذيك الساعه، بدات الامراض العضويه كتختفى مني، اما الامراض الروحيه كتجهاد. من حد كنعمل قيام الليل هما تيجهادوا، يعني من حد كنعمل قيام الليل هما كيتفضحوا، كانك واحد 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 حاجه مسدوده وفحليتيها. اي حاجه، اي حاجه مثلا شي حاجه، شي طفيليات، شي حاجه، شي ميكروب، حاشاك ميكروب حاجه انت قلتي كيتفضحوا زعما كيتفضحوا. القران كيفضح لانك انت ملي كدير قيام الليل شنو الهدف ديالك؟ كشف. اللهم اكشف لي انت هو الكاشف. صحيح. اللهم افضح لي ما في جسدي، انت تعلم وانا لا اعلم. ديك الساعه انت كيتفضحوا لك شي اخر اخرى،
كنقول اللهم اشفيني وانت الشافي، اللهم الذي عجز عليه طب الارض، اللهم انت اطباء السماء. يعني امراض عضويه انا اختفت ليا لان انا الطب كبحال رجلي انا مربعها، واش انا كان عندي منوع ربع رجلي، فهمتي؟ كلمه اخيره بارك الله فيكم، اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله نتلاقاو في مدينه مراكش في افتتاح مركز اخر. وانا اقول للرقاة الطيبون الله ينصركم، والله يثبتكم، والرقاة المنافقين اللهم افضحكم في على رؤى، اللهم افضحهم. وهذا الجن المسلم اللي كيقول الشيخ ابراهيم لو كان مسلما الله ينصره، ولو كان منافقا اللهم افضحه في هذه القناة وامام الملأ يا رب العالمين. وانا الله يشفيني ويردني لوليداتي.